السلام عليكم، اهلا بكم في حلقه جديده من ربكم عشاق السيارات. قوه عمله اي دوله في الدنيا بقوه انتاجها، ايا كان الانتاج ده. الانتاج ده قد يكون زراعي، قد يكون صناعي، قد يكون انتاج تكنولوجي، المهم انها تكون لها انتاج. بقول لكم ليه؟ طبعا كلنا بنشكي دلوقتي ان احنا العمله بتاعتنا ما بقاش تشتري حاجه كتير، وكل ما اكلم حد يقول لك يا 400,000 عشان اجيب عربيه صيني، 500,000 اجيب. ده بالنسبه لمجالنا يعني، وكل المجالات كده. احنا بنلاحظ ان دلوقتي الجنيه ما بقاش له قدره شرائيه زي الاول. ده راجع لايه؟ للانتاج. هحكي لكم حكايه صغيره قوي، ركزوا معايا. المفروض ان ده كالون كهرباء. الكالون ده المفروض ان هو ايطالي، يعني زي ما بقول، مش هحاول ابين لكم الماركه بتاعته يعني. المفروض ده كالون ايطالي. بص كده ركز معايا، ده في ايه يعني؟ اهو شايفين مكوناته. طيب من ناحيه المكونات كمعدن، يعني هي اي حاجه في الدنيا بتتقاس كده، وزن معدن ولا بتلاتة ميلم. طيب تكنولوجيا ولا له اي معنى، هو مجرد ملف من بتاع. انا هحاول اوريه لكم تاني. عارفين الملفات بتاعت الابواب بتاعت زمان، بتاعت الجرس اللي كان تن تن دي، الملف كهربائي بيروح شادد قضيب كده، حديد مطاوع، يتحول لمغناطيس كهربائي مؤقت، يروح شادد سقيطه ويفتح وخلصنا ويرجع تاني اهو. ده الترباس اهو. حاجه لا فيها تكنولوجيا ولا فيها خامه ولا فيها اي حاجه. ده تشتريه بكام؟ بس هو ده السؤال، ده تشتريه بكام؟ طيب المفروض ان ده في قليل في مصر، والمفروض كمان ان سعره يبدا من 3500 جنيه وصولا ل 5500 جنيه الان دلوقتي. 5500 جنيه في ايه؟ المصيبه بقى هنا في حاجه، جبت انا امبارح اشتريته غصب عني طبعا، مش لاقي بديل. المهم اول استخدام يحصل فيه تعليقه عيد تصنيع، ويروح جاي الزغال بتاعه مقطوم نصين زي ما انتم شايفين كده اهو، القطمه شايفينه. وطبعا يعني بما ان الموضوع يعني مش بالاعجاز ده، جينا لاخونا محمد كتر الف خيره، عمله لي 10 دقايق كان مخلصين الزغال. ايه رايك في هو مفيش فيه حاجه اصلا يعني. طب احنا ما بنعملوش ليه بقى يعني؟ هي بس في حاجات ما تتعملش، ان في معدات مش موجوده هنا في البلد. ايه وجه المعدات يا صاحبي؟ ده شويه صاج وحتتين حديد، ده انت عملته في 3 ثواني اهو صلحناه، والتعليقه اللي فيه عدلنا الحاجات اللي انت ده احنا عدلنا التعليقه اللي فيه كمان، يعني التعليقه اللي موقفاه اللي معطلاه، لان انا جايب اثنين والاثنين بيعلقوا. ايوه التعليق احنا عملناه دلوقتي، صلحناه دلوقتي. بس اكتر من طيب كده. انا بقى ما هو ده السؤال بقى، احنا دلوقتي مش عارفين نعمل البتاع زي ده كله على بعضه، بيتهيألي ما يكلفش 100 جنيه خامات، يعني ده ما فيش 100 جنيه خامات. بالك يا عصام، الخامات هنا في مصر بقت فوق الخيال. يا عم خليه فوق الخيال. ب 500 جنيه. اصل هو وزنه حديد كام؟ 500 جنيه، ده النهارده النحاس وصل 300 جنيه. فين يا ابني النحاس؟ هو ما فيش النحاس الا الوش بتاعه. الحته بتاعت بس اللسان، بس اللسان اللي بس. طيب يعني ما فيش خامه، صدقني ما فيش خامه. ايوه. الملف بتاعه الله اعلم نحاس ولا المونيا ما اعرفش، بس المقصد في النهايه ان هو يا عم هيتكلف كام؟ اجيبه ب 5500 جنيه ليه؟ ليه؟ بس افترى افترى. وبعدين يعني ما هوش جوده التصنيع الجباره بقى اللي انا بقول يعني اعجاز، والله ما هو اعجاز. يعني هنقول مثلا الموبايلات هي وزنها كل او الخامه اللي فيها 3 ملم، الا ان هو بيتباع بالافات كتير قوي عشان التكنولوجيا. حتى انت جايبه من السعوديه برضه، هو ايطالي برضه، هو نفس المشكله. هو المقصد ايه؟ وحتى يعني عشان ما نقولش ان هو مضروب ومش عارف ايه، لا انا جايب واحد من السعوديه واحد من مصر، والاثنين عم من بعض، او نفس الغلطه هي. فاذا هو مش مساله ان هو مثلا مغشوش او مقلد، لا هو نفس الصناعه نفسها فيها عيب. طب احنا بقى مش عارفين نعمل حاجه زي كده، امتى بقى؟ امتى احنا نبقى عملتنا في السماء، وامتى نشتري كل حاجه، وامتى نرجع لقوتنا؟ ده الهدف من الفيديو الصغير ده. لما نرجع نصنع تاني، لما نرجع نزرع تاني، لما نرجع نعمل اي حاجه تاني. الهند يمكن ما بداتش لا بتصنيع ولا بزراعه، عندها ناس كتير اشتغلوا في حته التكنولوجيا بس. الشباب بتاعها بقى يعملوا تكنولوجيا، يتدربوا عليها، يطلعوا يعملوا برامج، عملوا اعلى برامج في العالم، البرامج بفلوس. ده نوع من انواع الانتاج. في ناس تانية من الدول اللي هي بتاعت افريقيا، دربوا لاعبين عندهم الصحه البدنيه كويسه، قوتهم كويسه، يدربوا لاعبين كوره ولاعبين سله ولاعبين يحترفوا في دول العالم بفلوس كتير، وهذا حل من الحلول. انما احنا بقى بنعمل ايه؟ هو ده السؤال. امتى العربيات ترخص؟ ده بقى اجابه السؤال. امتى الدنيا كلها ترخص؟ امتى التضخم اللي احنا فيه يقل؟ امتى كل حاجه تتظبط والجنيه بتاعك يرجع لقوته بتاعت زمان، ويرجع للقدره الشرائيه بتاعته؟ لما كان الجنيه بتاعنا اغلى من الجنيه الذهب، اغلى من الجنيه الذهب، ركز، اغلى من الجنيه الذهب، كان اغلى من الجنيه الاسترليني. امتى يرجع؟ لما ترجع انت تصنع تاني، لما ترجع تزرع تاني، لما ترجع تتعلم كويس تاني، وتطلع اجيال زي زويل وزي بقى ناس كتير جدا، وعالم شرفه ومش احنا كان عندنا علماء ذره،
يعني كان في عندنا علماء ذره، كان منظمات واجهزه مخابرات خارجيه بتيجي تختلهم. انتوا متخيلين من قوتهم فين ده دلوقتي؟ تسمع انت على كام حد من الجيل الجديد بالقوه دي وبالقدره دي؟ لما لا يتصلح احنا باذن الله ان شاء الله نبقى كويسين والعمله بتاعتنا تبقى كويسه. السلام عليكم.